السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم خوتي، حبيت نعمل بحث قصير وصغير جدا على الكلام الخطير اللي قاله الحاج محمد راوراو فيما يخص قميص المنتخب الوطني وفيما يخص عقد أديداس للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بقيادة زتشي تأكد باللي راه دارت عقد مع أديداس وسنيات كونترا مع أديداس، وأديداس أي عقد تبرمو مع أي اتحادية دير القميص نتاعو في الموقع نتاعها، وهذا شيء مفروغ منه. الآن حبيت أنا ندير شوية كبحث صغير فقط على شركة أديداس، على القميص هذا تاع اللي تعاقدت الاتحادية الجزائرية مع أديداس فيما يخص قميص المنتخب الوطني. كما تشوفوا خوتي، هذا موقع الأول لأديداس دبي، ميناء أديداس، هذا خاص بجماعة الإمارات دبي. ما فيش نلقى أقمصة المنتخبات والنوادي، ما زرنا كل الصفحات، قمنا بزيارة كل الصفحات، ما كانش. هذه الصفحة الأولى اللي كاينة برك، هذا واش كاين في ميناء دبي، هذه تابعة لأديداس دبي كما نقولوا، اللي كما يقولوا باللي الاتحادية السابقة تعاقدت مع دبي، هذه الشركة أديداس دبي، لكن ما لقيناش قميص المنتخب الوطني. ما علينا، نروحوا إلى شركة أديداس العالمية، أديداس أمريكية كما نقولوا احنا، رغم انها شركة ألمانية، أديداس يو اس اي، أديداس.com معناها أديداس يو اس اي. كما تشوفوا كاين قميص المكسيك، العديد من الأقمصة تاع المنتخبات والنوادي، أرجنتين، كولومبيا، أقمصة التدريب. كما تشوفوا خوتي، Le contrat d'Adidas est faux, complètement faux. Moi, je peux vous montrer une confirmation du directeur d'Adidas qui dit que la Fédération Algérienne de Football n'a pas signé avec Adidas. Elle a signé avec un revendeur qui est dans un endroit en France et qui propose 1 900 000 euros. C'est complètement... Personne ne peut donner 1 900 000 par an. Ça n'existe pas. L'Égypte, qui a 100 millions d'habitants, je dis bien 100 millions d'habitants, qui était le plus gros contrat d'Adidas, il n'arrivait pas à 1 million de dollars par an. Quelqu'un chez Mme Asma, qui n'est autre qu'un petit employé du PAC, qui est soi-disant à la fédération en tant que manager général adjoint d'équipe nationale bénévole, il me cite dans son Facebook... ويروح يدير كونفيرونس دو بريس ويجبد الكونترا ديال أديداس ويقول حنا درنا خير. درت خير واش نوريكم تريكو مقطع اللي درتو به لا بيبليستي مقطع. لو تريكو لا بريزونتاسيون تندير كود ديشيري. ان تريكو دو روبي كيكون 3 يورو. ينباع روبي. اي جو فو مونتري لا فوتو. اي جو فو مونتري ماتنون لو اس ام اس دو ديريكتور أديداس دو لا زون كي مدي ني با دو كونترا افيك أديداس. جو فو مونتري ماتنون. الوغ نو فوني با نو راكونتي دي زيستوار. بلي سنينا احسن عقد منذ الاستقلال، سنيناه مع أديداس أحسن من الاتحادية اللي فات. ها شوفوا، ما كانش كل أقمصة إسبانيا، النوادي الأمريكية تاع جالاكسي وتاع المنتخب الألماني لايوفي، نيويورك سيتي، ريد بول، نيويورك ريد بول. كيما شوفوا خاتي، ما أنا قريب نكملو، ما بقاش، ما كانش حد ساعة، ما كانش الكونيكسيون كما العادة، راك تعرفوا هذه الجزائر، ما كانش ما كانش ما كانش ما كانش كل الأقمصة، ما كانش حد ساعة، ما كان حتى قميص للمنتخب الوطني في أديداس.com، ما كانش أديداس دبي، ما كانش أديداس.com، ما كانش. نزلت الصفحة الأخيرة باش نكملو باللي ما كانش قميص المنتخب الوطني Adidas.com و Adidas دبي، قلنا ما كانش Adidas مينا و Adidas.com. قميص مانشستر يونايتد،
أقمصة نيويورك سيتي بمختلف ألوانها، الباير، لايوفي، ريال، مان يونايتد، ريال مدريد، مانيو، باير، أيوفي، كما تشوفوا ريال مدريد. انتهينا 5 صفحات. ما كانش قميص المنتخب الوطني في adidas.com و adidas دبي مينا. دركا نروحوا لاديداس اف ار. اديداس اف ار يوجد قميص المنتخب الوطني، لكن هذا القميص مش هو القميص اللي سوقوه لنا زتشي وجمعته. هذا القميص هو على الشكل هذا، كاين الابيض وكاين الاخضر. هذا الاخضر خارج الميدان والابيض داخل الميدان، يعني منتخب يعني كاين بدلتين يلعب بهم داخل وخارج الميدان. خارج ميدان قلنا الاكسيريور فير، اي دوميسيل بلون داخل وخارج الميدان. ها حتى تتاكدوا هذا راي اديداس اف ار. اديداس اف ار باش يدير لك مايو هكاك من راسها ما كاش منها، يعني مايو هذا اوفيسيال نتاع المنتخب الوطني. هذا المايو نهاية عهدة روروا بدات تخدم فيه هذه الشركة، يعني تابع عهدة روروا. بصح هما قال لك سوقوها راه زتشي اللي دارو. الان زتشي قال لكم بلي اديداس ماشي هذه اللي دارها، بسمع ابو عبد الله واسماعيل ابو عبد الله تاع البين سبور، هما اللي هو اللي دار الاعلان هذاك تاع الاشهار تاع الصور مع القميص هذاك اللي شفتوه، اللي قال عليه روروا بلي قميص يتمزق ويسوى 3 اورو، وقميص ماهوش من عند اديداس، من عند تاجر شراو، يعني كانت من عند تاجر. هذا الشيء اللي قالوا الحاج محمد روروا. هنا فيديو صغير نشرح يشرحوا فيه ال بتعرفوا كونيكسيون على غالب هذا الشيء اللي كاين كونيكسيون ما كانش ناقصه. احنا ما يهمناش على هذا تلكم القميص الابيض والقميص الاخضر ايضا للمنتخب الوطني. كلا القميصين هذا هم اللي كاينين في الهواء. عندك من فيديو خالتي او شويه بدات تمشي كونيكسيون هاك تعرفوا على غالب. هذا فيديو توضيحي نوعا ما على القميص المنتخب الوطني، والفيديو يوضح نوعا ما القميص هذا اللي معتمد من اديداس. هذا هو القميص الوحيد للمنتخب الوطني اللي تلقاوه في اديداس اف ار. ايضا القميص الاخضر نفس الشيء، القميص الأخضر هذا القميص الأخضر. هذا هم أخوتي القميص المنتخب الوطني، وهذا من شركة اديداس، مش أي شركة، شركة معتمدة اديداس. هذا هو القميص الواحد والوحيد لي زتشي يرفض يصدق باللي ولدي راكم شريتو من عند تاجر. الشيء الاخر انا واش نتمنى زتشي ولا امين العبدي ولا الاتحاديه مش تكذب روروا، انها ترفع دعوه قضائيه ضد روروا وخليهم القضاء والعداله تاخذ مجراها. روروا اتهمكم انكم شريتو عند تاجر، واتهمكم انكم تكذبوا على الناس. بينوا روروا باللي روروا راك ظلمنا وراك قذفت فينا، وراح نديروا عليك دعوة قضائية وتخلصها في القضاء في العدالة. هنا نعرفكم رجال ونعرفكم باللي راكم مسيرين صح معنى الكلمة وتتميزوا بالاحترافية. بينوا الروروا باللي راك روروا ظلمنا، والقميص هو قميص المنتخب الوطني اديداس، مضينا معها عقد ومشريناش من عند تاجر، وراك تبليت علينا. نتمناو خوتي باللي هذا من الناس اذا راهم صح في كلامهم صحيح يرفع دعوه قضائيه روروا، ونتمناو الى ما دار رفعوا دعوه قضائيه ان العداله والقضاء يفتح تحقيق ويستدعي روروا.
شيء بسيط وسهل، ما نصعبوها ما والو. قال راه وانتايا تقذف وتكذب على الناس وتلوح في دعايات باللي راهي سنيه ومعتاجر وكذا، اعطينا الادله نتاعك وتنتهي الكلام، وينتهي الكلام صحيح. هذا ما كان برك نتمناو العداله تتحرك. الا ما تحركش زدتي على راك خايف تحرك، قول له باللي راه راك ظلمني وارفع دعوى قضائيه عليه. سهله، ما دام ما رفعش دعوى قضائيه على راهو واتهمته انه يقذف فيك، يعني باللي راهو كلامه صحيح، كلام راهو صحيح. نفس الشيء القضاء، الى القضاء ما تحركش وفتح تحقيق ضد راهو، يعني باللي كلام راهو صحيح، راكم شريتو من عند التاجر. حنا درنا بحث صغير، عرفنا باللي اديداس بوان كوم ما كانش، اديداس مينا دبي ما كانش، اديداس اف ار كاين القميص السابق ماهوش القميص هذا نتاع اللي يهضر عليه زتشي اللي راه داروا عليه اشهار وكذا وكذا وكذا، ما كانش. الحمد لله باللي راهو كلامه لحد الساعة راهو صحيح، الى ان يثبت العكس لازم ترفعوا دعوى قضائيه على راهو راهو ولا تحاكموا راهو راهو. وراهو راهو انا متاكد ماهوش عاي يرضى على روحو ما دام تكلم الا عنده الادله. ولحديثي بقيه، في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.